خلينا نحاول نزود الاريحيه باننا نطمن الناس على فرقتنا. اخبارها ايه؟ زميلنا العزيز شريف شعبان متواجد حاليا في مقر اقامه فريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. شريف صباح الفل عليك، ومستنيينك بقى تعرفنا ايه الاجواء اللي عندك. اتفضل. صباح الخير نهوان، طبعا صباح الخير كريم، صباح الخير لنجم مصر كابتن حشيش، نجم مصر طبعا والنادي الاهلي وكل جماهير ومشجعي النادي الاهلي في كل مكان. بصبح عليكم من محافظه السويس. خليني الاول اطمنكم على درجه الحراره، حوالي 28 درجه الحراره والاروع والاجمل، يمكن في نسمه هواء كويسه، وباذن الله على المباراه بالليل هتكون الهواء احسن واحسن كمان. مباراه طلائع الجيش والنادي الاهلي في التاسعه مساء على استاد الجيش بالسويس، يا رب باذن الله يكون التوفيق من نصيب النادي الاهلي. الآن على الهواء مباشرة من فندق إقامة النادي الأهلي اللي موجود في محافظة السويس، ويمكن الكرو اللي معايا يمكن كان حريص يصور لنا دخول لاعبي النادي الأهلي لتناول وجبة الفطار اللي كانت في الساعة 11 صباحا، ويمكن انسيرتات حوالين الفندق المينا. الفندق بيقع أمام المينا، يمكن البحر والفيو ولا أروع ولا أجمل، كل ده هنشوفه الآن عبر شاشة قناة النادي الأهلي وتواجد النادي الأهلي في محافظة السويس، المحافظة اللي فيها شغل رائع زي ما قلت لك قبل كده نهواند وكريم. وطبعا خلينا اقول لكم كمان ان في تامين شرطي موجود مع النادي الاهلي من ساعه وصوله الى محافظه السويس، موجود لحد دلوقتي وهيرافق النادي الاهلي الى ملعب المباراه. يمكن الكل سعيد بتواجد النادي الاهلي في محافظه السويس، يا رب باذن الله بس النهارده يكون التوفيق مع النادي الاهلي ونفوز على فريق كبير، طبعا فريق طلائع الجيش. الاهلي امبارح ختم مرانه، ويمكن سافر الى محافظه السويس طبعا مباشره بعد نهايه المران. امبارح كان في محاضرة فنية بين مستر بيتسو موسيماني واللاعبين، يمكن لتعريف كل نقاط القوة والضعف لفريق طلائع الجيش. اتكلم امبارح مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ مع لاعبي النادي الأهلي، وكان الكلام واضح وصريح، أربع مباريات طالب اللاعبين بالفوز في الأربع مباريات، عدم النظر لأي فريق آخر، عدم النظر لأي منافس، التركيز فقط في مباراة النادي الأهلي، التركيز فقط في إسعاد جماهير النادي الأهلي وهي الفوز في الأربع مباريات. نعمل اللي علينا ونسيب الباقي على ربنا، وباذن الله باذن الله باذن الله باذن الله ربنا هيكون شايل لنا حاجه خير باذن الله كالعاده لكل النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. النهارده طاقم التحكيم اللي هيدير لقاء النادي الاهلي، حكم ساحه ابراهيم نور الدين، مساعد اول تحسين السادات، مساعد ثاني هاني عبد الفتاح، حكم رابع احمد ابراهيم، حكم الفيديو اليوم محمود بسيوني ومساعده حسني سلطان. يا رب النهارده يكون حكم الفار موفق ويدي الفريقين حقهم ويدي النادي الاهلي حقه، لان الاهلي في المباراه الاخيره حكم الفار ما اعرفش، ما فيش غلطات بتكون موجوده غير مع النادي الاهلي بس، يا رب النهارده يكونوا موفقين الى حد ما والعداله تكون موجوده للفريقين، فريق طلائع الجيش وفريق النادي الاهلي. يوم النادي الاهلي زميلتي نهواند زميلي كريم بدا زي ما قلت لكم في الساعه 11 صباحا كانت وجبه الفطار، الغداء هيكون في الثالثه عصرا، المحاضره هتكون الساعه 5:30، السناكس الوجبه الخفيفه هتكون الساعه 6 مساء، التحرك هيكون الساعه 7:10، الاستاد يمكن البعد من الفندق الى الاستاد حوالي 25 دقيقه، ويكون الاهلي موجود في ملعب المباراه. غيابات النادي الاهلي السوليه طبعا للايقاف، بدر بنون العائد من الاصابه، ومحمد شريف اللي باذن الله خلاص بيقترب من العوده الى التدريبات عشان يكون جاهز مع لاعبي النادي الاهلي الفتره المقبله. اهم حاجه النهارده بس يكون التوفيق معانا، وباذن الله باذن الله باذن الله هنفوز النهارده باذن الله على فريق طلائع الجيش. معاك نهواند، معاك كريم، كابتن حشيش طبعا معاك لو في اي استفسار في اي سؤال معاكم. طيب انا هصبح عليك طبعا يا شريف زميلنا العزيز المتالق، يعني هو دلوقتي من السويس مباشره بنكلمه وبنطمن على الاجواء عندك والفريق، اكيد الناس كلها عايزه تطمن. انا بحب دايما اسال السؤال ده لان الحاله النفسيه والاستعداد النفسي لا يقل اهميه عن الاستعداد البدني. خليني اعرف منك ونعرف كل جمهور الاهلي دلوقتي برضو يا شريف، يعني كيف هي الحاله النفسيه والاستعداد، وهل دار هناك حديث فيما يختص بالشق ده تحديدا بين الفريق وموسيماني، لأنه دايما بيكون حريص من رفع روح يعني الروح المعنوية لدى الفريق. تفضل يا شريف. امبارح طبعا كان في المحاضره اللي استمرت حوالي ساعه واتكلم فيها مستر بيتسو موسيماني، واللي اكد فيها لكل لاعبي النادي الاهلي ان كل اللي بيطرح في الاعلام او السوشيال ميديا برحيل فلان او رحيل فلان او استخدام فلان ملكوش دعوه بحد،
ركز في الاربع مباريات، ركز في تقديم اداء ولا اروع ولا اجمل، ولسه ما خدناش قرار مين ممكن يمشي مين ممكن يجي. كل ده كلام اجتهادات لي السوشيال ميديا. كل لاعبي النادي الاهلي تركز تجتهد في الاربع مباريات، الكل ليه فرصه البقاء في النادي الاهلي، وكان ليها دوافع السر او يعني كلمه سعاده لكل لاعبي النادي الاهلي اللي هيجتهد واللي هيثبت نفسه هيكون بالتاكيد مكمل مع النادي الاهلي. كل الاسماء اللي مطروحه على الساحه كلها ليس اساس لها من الصحه. يمكن الكابتن سيد عبد الحفيظ برضو بيتكلم مع اللاعبين على طول، التركيز فقط في المباريات، عدم النظر الى المنافس، التركيز في الفوز فقط. التركيز باين على لاعبي النادي الاهلي بعد جلسه الكابتن محمود الخطيب عقب تعادل فريق الاسماعيلي. الكل تعهد على الفوز، الكل تعهد على تقديم مباريات ولا اروع ولا اجمل، وبالفعل يمكن مباراه انبي قدم النادي الاهلي فيها مردود ولا اروع ولا اجمل من حيث الاداء، من حيث احراز الاهداف. الكل بيحاول يسعد جماهير النادي الاهلي، مجلس الاداره بيحاول يسعد جماهير النادي الاهلي، كل اللاعبين مركزين، باين على وجوه اللاعبين التركيز. يمكن في وجبه الفطار كل اللعيبه اللي نازله كل مركز في المباراه، ما حدش بيتكلم غير على مباراه طلائع الجيش ومحاوله طبعا الفوز على فريق طلائع الجيش واسعاد جماهير النادي الاهلي. بطمنك نهواند وبطمنك طبعا كريم، لا التركيز باين والروح على اسعاد جماهير النادي الاهلي موجوده. فباذن الله بس التوفيق موجود، وباذن الله باذن الله باذن الله هنفوز اليوم باذن الله على فريق طلائع الجيش. بهذا الحال جزيل الشكر لزميلنا العزيز شريف شعبان المتواجد في مقر اقامه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله التركيز ده يؤتي ثماره وينعكس بالايجاب على مباراه النهارده والمباريات اللي جايه.